Bonjour, mes élèves de troisième année. Avec vous, Madame May, École privée Bad Gutaegers. On continue une étude au TUEMAL. Au TUEMAL. يعني ايه يا ولاد او تويامال؟ يعني وير لوبان، اللي هو اين مكان الالم. اين مكان الالم؟ اخذنا السنه اللي فاتت يا ولاد لو تفتكروا ادوات الادغام اللي هي لي زارتيكل كونت ارتي، لما كنا بنقول ان حرف الجر اه ما بينفعش يجي مع ادوات المعرفه اللي هي لو ولا الابوستروف لي، فكان الحل ان احنا كنا بندمجهم. الآ مع اللو كانت بتديني او، والآ مع اللا بتديني الا، والآ مع ال ابوستروف بتديني آ ال ابوستروف، والآ مع اللي كانت بتديني او الجمع. اول واحدة عندنا النهاردة اللي هي جمال الاتات. احنا اخدنا الحصة اللي فاتت يا ولاد اللاتات، وان قلت لكم اكدوا ان انتوا تحفظوا ادوات اجزاء الجسم بالادوات بتاعتها بالارتيكل بتاعتها، لان ده بناء عليه هناخد درس الحصه الجايه. الدرس النهارده يا ولاد برضو معتمد على النقطه دي، لو انا مش حافظه اجزاء الجسم بالارتيكل بتاعتها بالاداه بتاعتها هيبقى صعب عليا الدرس ده. ده مترتب على ده. طب انا شايفه هنا يا ولاد ان جاي لي جيمال، جيمال اللي هو تعبير افوال مال ا، جيمال لاتات، لاتات. شايفين يا ولاد جيمال لاتات؟ حرف الجر ا لما دخل مع الارتيكل لا اداني على بعضه ايه؟ الا، جيمال لاتات. جيمال وزيو، جي مال اوزيو. اوزيو يا ولاد اللي هي الاو جمعها ايه؟ طب كان اصلها ايه؟ ليزيو، اللي لما اجتمعت مع الا ادتني في الاخر ايه يا ولاد؟ او الجمع. اللي لما اجتمعت مع الا ادتني الا لما اجتمعت مع اللي ادتني او الجمع. جي مالو دو، جي مالو دو، جمالودو. الاود يا ولاد كان اصلها ايه؟ كان اصلها ا زائد اللو ادتني او، جمالود اودو، اودو اللي هو الظهر، لديه الم في الظهر. جمالوبيه، جمالوبيه، جمالوبيه. اوبيه يا ولاد ممكن تيجي كمفرد زي ما الصوره جايه كده اللي هي القدم، ودي في الحالة دي هتبقى هي أصلها لو، فاللو لما تجتمع مع الآ تديني أو. طب لو جت اللي هي الألم في الرجلتين الاتنين هتبقى الآ مع اللي تديني أو الجمع. فهمنا يا ولاد؟ يبقى جمال أوزيو هنا، جمال أوبيه هنا، جمال أوبيه لأن هي جاية مفرد. جمال أوبغا، جمال أوبغا، جمال أبغى. شايفين يا ولاد جمال أبغى؟ الأو دي احنا قلنا يا ولاد هي كان أصلها ايه؟ الأ زائد اللو اجتمعوا مع بعض ادتني أو. جمال أدون، جمال أدون، جمال أدون. دون اللي هي الأسنان، لو تلاحظوا انها جمع فيها أس في الآخر اهو، فكان أصلها ايه؟ الأ بلس اللي، فالآ مع اللي لما اجتمعوا ادوني ايه؟ والجمع. جي مالو فونتو، جي مالو فونتو يعني لديه ألم في المعدة أو في البطن. جي مالو فونتو بطنه بتوجع. جي مالو فونتو، جي مالو فونتو. الفونتو برضو يا ولاد هي اجتمعت الآ مع اللو ادتني أو. وأخيرا يا ولاد احنا عندنا دوفوار عايزاكم تجيبوه لي الحصه الجايه. الدفوار مطلوب مننا، بيقول لي هنا ديكتي اونتر او الا الابوستروف او. الامثله دي يا ولاد عندنا اهو 7 امثله، عايزاكم تحلوها لي وتجيبوها لي المره الجايه، واشوفكم على خير ان شاء الله.